أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمك علي وأبوء لك بذنوبي، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، جعلني الله وإياكم منهم. لازلنا مع سورة غافر، اليوم إن شاء الله نكملوها بحول الله. ومن الآية 77 إلى آخر السورة، فلنبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. الذين من قبلهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما جاءتهم رسلهم
فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. سنة الله الذي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم. الله يبارك فيكم التفيؤ الأهل نعاود سيدي. الله الذي جعله. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها تحملون ويريكم آياتي فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين.
فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءوا
سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. الله يفتح عليك. أي تفضلوا أي السلام عليكم. Aí se recuou bem. محلولين شوية لأن هذا يتنصب شوية لك فضل الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين
بارك الله فيك. الله يبارك فيك، ربي يفتح عليك. هاي سيد أحمد، هاي فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما
الله يفتح عليك، بارك الله فيك، تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. وعليها وعلى كل ما
تفضل. ايه آيس اسكندر. هيهز صوتك اسكندر فوق، قرب الميكرو وزيد قرب. صحيح. ولي تبلغ، هز صوتك على شو اسمه. ولي تبلغ و صحيح. طيب كملنا، نكتفي بهذا القدر.